اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ في البدايه وقف الفيديو روح اعمل كوبايه شاي وتعالى. جميل جدا انك توفر الجهد المطلوب للحمل بتاعك، دي مفيش فيها ادنى مشاكل ودي حاجه انا احييك عليها. يعني انت جيت عايز تشغل محرك بيشتغل بفولت او جهد 690 فولت، والجهد المتاح عند حضرتك هو 380 فولت، رحت حضرتك جري جيت ترانسفورمر بيحول من 380 فولت ل 690 فولت، ده شيء جميل، ده انت عملت عمل بطولي، ولكن انت نسيت حاجه محدده وهي القدره بتاع ترانسفورمر. هل تتحمل الموتور ده ولا لا؟ انت يا عبد الرحيم، كلنا عباده للرحمن، ما اجي اقول لك خد شيل لي ال5 كيلو جرام دول هتشيلهم، تاخد شيل ال200 كيلو جرام دول مش هتقدر تشيلهم. اذا انت ليك قدره او استطاعه تقدر تشيل بها الحمل. معنى كده ان انا لو جبت محرك قدرته اعلى من قدره الترانسفورمر او قدرته اعلى من قدره الجنريتور اللي عندي هيكون في مشكله. مش نفس اللي حصل لك بالظبط لما قلت لك شيل حمل فوق طاقتك. فلما بنيجي نقول مثلا المحرك ده، بتيجي واحد يقول لك انا عايز اشغل المحرك ده هندسه، فانت بتقول له هو قدرته قد ايه؟ يعني مش هم حاطين القدره ديت عشان يعني هباء، مش حاطينها حاجه اوكسيلري كده ملهاش لازمه، لا ده حاجه ضروريه. بقول لك الموتور ده كام حصان، بقدر من خلاله احدد مساحه مقطع الكيبل عن طريق التيار، وبقدر من خلاله احدد الكونتاكتور اللي هشتغل عليه، وبقدر من خلاله احدد السيركت بريكر بتاعي اللي انا هحتاجه، الكلام ده كله. فاذا انا حسيت بالمعنى الفيزيقي لكلمه قدره كهربيه، قدره كهربيه، استطاعه كهربيه، استطاعه هذا الجنريتور المولد او هذا المحول يقدر يشيل قد ايه. بالخبرات بقى بتقوم جايه ايه بعض الحاجات، يقوم عامل مارجن. مارجن ده يعني هامش، يقول لك مثلا انا هشغل الترانسفورمر على 80% من قدرته بس. يعني لو هو مثلا 500 قلل منه مثلا 20%، اشغله مثلا على 400 او اي سي، يعني ايا كان ال 20% دول اشغله على قدرته مثلا. ليه؟ بمرور الوقت قال لك ان كده بتزود العمر الافتراضي للترانسفورمر، خليه يعيش اكتر، ما بتهلكوش بسرعه. يعني ديت بالخبرات وبالتجارب. اذا الخبره والممارسه، والممارسه بتجيب حاجات تانية. في حين ان انا لو قلت لك شيل ربع كيلو ده هتقول لي ايه ربع كيلو؟ اهو الربع كيلو. يبقى اذا لما كل حاجه قليله جدا انا اقدر اشيلها بكل اريحيه وانا مرتاح، يبقى انا حسيت بمعنى القدره الكهربائيه. فما تجيش لما تيجي تشغل حمل على ترانس ما تنساش قدرته كام، هيقدر يشيل احمال دي ولا لا. يعني هل الترانس اللي انت هتجيب هيديك الفولت المتاح، بس هل هيقدر يشيله؟ جنريتور حاجه شغاله في البيت عندي او في المنزل عندي، هل هيقدر يشيل الاحمال بتاعتي اللي موجوده عندي ولا الاحمال اعلى من الجنريتور؟ ده مهم، مهم جدا. فانك تكون فاهم قدره كهربائيه يعني ايه، وفولت كهربي يعني ايه. يجي يقول لك ايه يا هندسه، ده السلكه اللي ماشيه في الضغط العالي او البرج الهوائي العالي او الجهد العالي او الجهد الفائق، سلكه رفيعه قوي، هي تتحمل الجهد ده كله ال 220 الف فولت او ال 220 كيلو فولت؟ اقول لك تتحمله، لان الجهد ما بيمشيش جوه الموصل اصلا، اللي بيمشي جوه الموصل التيار، وكل ما الجهد زاد التيار قل فمساحه المقطع بتقل، هي دي القصه. ولنتخيل مثلا ان التيار ده هو الميه اللي بتمشي جوه الماسوره، كل ما حضرتك زودت مساحه مقطع الماسوره كل ما كان التيار اللي ماشي كتير، يتحمل تيار كتير يقدر يشيل. كل ما الماسوره كانت واسعه الميه اللي بتمشي فيها كتير وتقدر تتحمل كده. ارجو اكون افدت حضرتك بمعلومه النهارده، لو حضرتك استفدت ممكن تشير عشان تفيد حد تاني، وما تنسناش بدعاء بالظهر الغيب. اللي انا عايز اقوله لك كونكلوجن يعني الخلاصه، مش شرط تكون وفرت الجهد للحمل، لازم تكون عارف القدره بتاعته قد ايه عشان ده مهم. التيار بيفيدني في ان انا احدد مساحه مقطع السلك، عشان كمان التيار يفيدني في ان انا احدد مساحه مقطع السلك او الكيبل، ويحدد لي السيركت بريكر، ويحدد لي الاوفرلود، ويحدد لي الكونتاكتور. كل دي حاجات بتعتمد على التيار. مساحه مقطع بتقل يبقى التيار اللي ماشي قليل، عشان كده بنقله على جهد عالي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي، واشوفكم في فيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. كان معكم عبد الرؤوف عماد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسونا من صالح دعائكم بالظهر الغيب.